السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة الحلقة بتاعتنا مختلفة شوية، لأن بصراحة أنا مش هدرس فيها، أنا هحكي لكم مشكلتي مع ابني المجاكس. لأن ابني لما شاف المرة اللي فاتت الحلقة اللي أنا كنت بشرحها لكم وبتكلم عن الميكتشرز، وشاف وأنا بعمل ميكتشر كتير، بدأ يقلدني. وهنا بدأت الكارثة، لأن الأستاذ بقى كل شوية يدخل المطبخ ويعمل حاجات كده مش عارف هو بيعمل ايه بصراحه. طيب لما كان بيعمل كده كان بيحصل مشاكل كتير جدا، لانه بيسبب ازمه في المطبخ، وانتم عارفين طبعا المطبخ ومامته اكيد مش هتبقى مبسوطه. اول ازمه لما بدا يستخدم الفلاور الدقيق بتاع مامته اللي كانت عايزه تعمل بيه كيك، وجاب دبابيس وقام حطها في الدقيق، اصبح عندنا كارثه. واصبح انا دلوقتي المسؤول عن حل المشكله دي، لانه انا دلوقتي اصبح عندي ميكتشر. الميكتشر ده عباره عن الفلاور الدقيق وجواه البيبر كلبس، الدبابيس بتاعه الورق، اللي المفترض دلوقتي انا اللي احل المشكله عشان انا السبب في اللي هو عمله. اضطريت اجيب الفلاور زي ما انتم شايفين كده دلوقتي، وافكر ازاي ممكن اعمل سيبريشن ليه، وما كانش قدامي غير ان انا ابدا استخدم ذا ماجنت. ولما استخدمت الماجنت الحمد لله قدرت اعمل السبريشن، الفصل للكومبوننتس اللي موجوده عندي في الميكتشر ده، والحمد لله قدرت اخرج من المشكله دي. هنا انا دلوقتي استخدمت طريقه كويسه وطريقه جميله، والحمد لله قدرت احل المشكله. والطريقه كانت اسمها طريقه الماجنتيك اتراكشن. طريقه الماجنتيك اتراكشن دي انا استخدمتها لما لقيت انه انا عندي ميكتشر، والميكتشر ده سوليد سبستانس زي ما انتم شايفين، فلاور اند بيبر كلبس. وقدرت ان انا افكر ازاي ممكن اعمل اتراكشن او اعمل سحب للماجنتيك ماتيريال اللي هي البيبر كلبس دي، واستخدمت الماجنت والحمد لله قدرت اخلص من المشكله اللي حصلت دي. ولكن بعد ما خلصت من المشكله دي لقيت مشكله جديده، والاستاذ عمل كمان مصيبه ثانيه. المصيبه الثانيه زي ما انتم شايفين ان هو حط لي البن اللي احنا بنشربه في الووتر زي ما انتم شايفين كده، واصبح عندي ميكتشر من كراشد كافي اللي هو البن المطحون اند ووتر. طيب انا في الحاله دي اعمل ايه؟ طبعا لما جيت اتكلم فالاستاذ قال لي بابا انا سمعتك المره اللي فاتت وانت بتتكلم عن الميكتشرز، ان انت الميكتشرز دي كان بي سيبريتد يعني، وبعدين انت عامل مشكله ليه؟ ما انت مش انت بتقول ان انت ممكن تعمل سيبريشن للكومبوننتس اوف ميكتشرز، ايه المشكله يا بابا يعني لما تساعدني وتحل المشكله اللي احنا فيها دي بدل ما ماما تضربني؟ طيب اعمل ايه دلوقتي؟ محتاج ان انا اعمل سيبريشن، يا اما هيبقى شكلي وحش قدام ابني لما ما اعرفش اعمل سيبريشن للميكتشر ده. طيب المشكله ان الكراشد كافي الباودر بتاعه ده صغير جدا، يعني لو مثلا كان في ممكن استخدم المصفى اللي في المطبخ كنت ممكن اعمل سيبريشن بسهوله، لكن هيعدي مع الووتر. افتكرت في بقى حاجة تانية شبه المصفى كده انا كنت بدرسها في الكلية، كان اسمها فلتر بيبر اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي. الفلتر بيبر دي هي شبه المصفى كده، ولكن بتبقى الهولز بتاعتها فيري تايني، صغيرة جدا، وبالتالي ممكن تعمل سيبريشن وتحجز الكراشد كافي ده من الووتر. طيب تيجوا نجرب كده ونشوف ايه اللي هيحصل. انا فعلا زي ما انتم شايفين كده بدات استخدم الفلتر بيبر، وحطيت عليها الليكتشر اللي عندي اللي هو عباره عن ووتر اند كراشد كافي، وبدات اشوف ايه اللي بيحصل. طبعا زي ما انتم شايفين بدا الووتر ينزل دروب باي دروب، نقطه بنقطه كده، و يعني بدات الحمد لله ان انا اعمل سيبريشن للميكتشر ده. وزي ما انتم شايفين اهوت هو بس بياخد شويه وقت على ما يبدا يعمل السبريشن، وفي النهايه
طلع عندي اهوت الحمد لله قدرت اعمل سيبريشن للكراشد كافي زي ما انتم شايفين في الورقه قدامكم، والحمد لله برضو قدرت اخرج من المشكله دي، والمشكله دي اتحلت بالطريقه دي اللي هي اسمها فلتريشن. الطريقه دي اسمها فلتريشن. ليه فلتريشن؟ عشان انا استخدمت فلتر بيبر. الفلتر بيبر دي هي بتفلتر لي، بتنقي لي الووتر من الميكتشرز او من السوليد سبستانس اللي موجوده فيها. وبصراحه بقى انتهزت الفرصه وبدات اقول لابني يعني ان الطريقه دي انا استلهمتها من الفلتر بتاع الميه اللي احنا بنركبه في البيت، لان اصلا الفلتر بتاع الميه اللي احنا بنركبه في البيت عندنا عشان يعمل فلتريشن للووتر بتاعتنا. هي دي الايديا بتاعته، هي دي اصلا فكرته، انه انا دلوقتي الووتر اللي داخله لي البيت ممكن فيه يكون معاها ديبوزيتس اللي هي شوائب، والشوائب دي محتاجين ان احنا نتخلص منها، فبنحتاج نستخدم الفلتر اللي بيعمل لنا فلتريشن. يبقى انا دلوقتي الحمد لله هربت من الأزمة التانية أو النقصه التاني، واستخدمت الميثود التانية in the separation of mixtures اللي هي اسمها filtration. بس بصراحة بقى أنا قلت أنا لازم أخلي ابني ده يتعلم الأدب شوية وعبره الموضوع، لازم بعد كده يعمل حساب. قمت عملت إيه؟ عملت له أنا mixture وقلت له تعالى بقى يا جميل وريني أنت هتعمل separation للميكتشر ده إزاي. عملت ايه بقى؟ بصوا كده معايا، انا جبت صوت وجبت ووتر وعملت ديزولفنج للووتر زي ما انتم شايفين، ديزولفنج للصوت ان ووتر زي ما انتم شايفين كده، وقلت له بعد ما عملت الميكتشر ده قلت له اتفضل بقى يا جميل وريني هتعمل ازاي سيبريشن للميكتشر ده. الاستاذ بقى قعد يفكر وبعدين قال الله، طب ما انت عملت الفلتريشن يا بابا المره اللي فاتت وانا هعمل زيك وهبدا اعمل فلتريشن زي ما انت عملت. قلت له اوكي نو بروبلم، اعمل الفلتريشن بتاعك. جاب الفلتر بيبر وبدا يعمل زي ما انا عملت مع الكراشد كاب، ولكن بعد ما عمل كده ما قدرش يعمل سيبريشن طبعا للسولت، لانه السولت عدى مع الووتر من الفلتر بيبر، والفلتر بيبر زي ما انتم شايفين كده دلوقتي مفيش فيها اي حاجه. وبالتالي بدا يجي لي بابا I can't separate it، مش عارف. فاضطريت بقى بعد ما الحمد لله اخدت حقي منه، قلت بقى ايه تعالى معلمك حاجه جديده، وان انت في حاجه انت ما اخدتش بالك منها، انت حبيت تستخدم الفلتريشن مع الميكتشر اللي احنا عملناه دلوقتي، والفلتريشن مع الميكتشر اللي احنا عملناه دلوقتي اللي هو سولت ووتر ما ينفعش، لانك ما اخدتش بالك ان في فرق بين الحالتين. اكيد انتوا كمان اخدتوا بالكم من الفرق صح. بص، في المره الاولانيه لما كان عندي كراشد كافي، الكراشد كافي ما بيحصلوش ديزولفنج ان ذا ووتر، هو بيفضل موجود. لكن في السولت، السولت بيحصل له ديزولفنج وبالتالي بيدوب في الووتر، فاقدر اقول انه الكافي بيكون انسوليبل، لكن السولت بيكون سوليبل. انسوليبل يعني مش بيدوب، وانسوليبل وسوليبل اللي هو السولت ده بيدوب. فهو افتكر ان اي سوليد ممكن اعمل له فلتريشن، لا، ممكن السوليد اللي عندي ده يكون سوليبل زي السولت وطريقه الفلتريشن مش هتنفع معاه. لكن لو كان انسوليبل زي كراشد كافي ممكن، يعني لو عندي ساند مثلا ان ووتر، الساند ما بيحصلوش ديزولف، ذا ساند از انسوليبل ان ووتر، وبالتالي الساند اند كراشد كافي اوكي مفيش مشكله ممكن نعمل ده بالفلتريشن. لكن لو السولت، لو السولت سبستانس، لو السوليد سبستانس اللي عندي سوليبل از سولت، في الحاله دي لازم نفكر في طريقه مختلفه، لان الفلتريشن مش هتنفع ابدا، لان هيقدر يعدي من الفلتر بيبر because it's soluble مع الووتر. طيب ايه بقى الطريقه؟ تعالوا بقى اوريكم انا عملت ايه. بدات اجيب هيتر وجبت الووتر وحتى اعمل للووتر اللي عندي دي ايفابوريشن. لما هعمل ايفابوريشن، الايفابوريشن اللي بيحصل ان الووتر هيبدا يحصل لها
changing into water vapor، يعني هتتحول من liquid state into gaseous state. وفي الحالة دي وهي بيحصل لها evaporation مش هتاخد معاها salt، هتسيب السولت عندي موجود عادي جدا. بص كده معايا، لما عملت الايفابوريشن بدا بعد شويه، يعني اخذنا شويه وقت لحد لما وصلنا في النهايه الى انه the water evaporates and the salt remains on the spoon. يبقى في الحاله دي انا استخدمت هنا لما يكون عندي solid substance soluble in the water أو in the liquid، أنا هستخدم طبعا the evaporation not filtration. لحد كده إحنا استخدمنا كم method؟ استخدمنا 3 methods. إيه هما؟ Number 1 أنا استخدمت magnetic attraction when the mixture contains magnetic material. Number 2 filtration، ودي استخدمتها in the solid liquid mixture but the solid and soluble in water as sand and crushed coffee. Number 3 استخدمت the evaporation in solid liquid mixture also but the solid is soluble in water. هل بقى ابني يلم نفسه ويحترم نفسه وخلاص كده؟ برضو لا. الأستاذ راح عمل mixture of water and oil. Water and oil. جاب المية والزيت وبدأ يعمل ميكستر زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطبعا احنا زي ما انتم شايفين الاويل والووتر are immiscible. يعني ايه immiscible؟ immiscible يعني مش بيندمجوا مع بعض. انت بتلاقي انه الاويل اخد جنب، هو موجود دايما فوق، والووتر بتكون موجودة تحت. طب أنا في الحالة دي عايز أعمل separation للميكتشر اللي الأستاذ عمله. طيب قلت له طيب حاول تفكر إزاي أنت ممكن تعمل separation للميكتشر اللي أنت عملته ده. طبعا بدأ يستخدم الطرق التقليدية اللي هو إيه، طبعا هحاول أصب كده الأويل بحيث إن هو ينزل الأول وبعد كده الووتر تفضل في الكوباية، لكن زي ما أنتوا شايفين كده بدأت القصة تفشل، لأن لما بيجي يعمل أو يجي يعمل بورينج للميكتشر خد بالك إن الووتر بتحب دايما تكون موجودة تحت والأويل بيكون موجود فوق. فلما بيجي يعمل كده الووتر وهو بيصب برضو بتنزل مع الأويل وبتكون تحت منه وهو نازل، فتفاجئ في الآخر إن بعد ما عمل كده اللي عنده في الكوباية الجديدة أو في البيكر الجديد أصبح عنده برضو oil and water، وما قدرش يعمل ميكتشر ليهم بالطريقة اللي هو بدأ يفكر بيها دي. طيب أمال إحنا ممكن نعمل إيه عشان نعمل separation للميكتشر زي ده؟ عشان نعمل separation للميكتشر زي ده إحنا هناخد الأويل والووتر على هواهم. على هواهم يعني ايه يا مستر؟ ازاي؟ مش فاهم. هقول لك ازاي على هواهم. مش انت عارف ان الووتر دايما بتحب تكون موجوده تحت؟ طب مش انت عارف ان الاويل مصمم على رايه انه يفضل فوق؟ تمام، خلاص احنا نسيب كل واحد زي ما هو. وهنعمل ايه؟ هنيجي على البيكر من تحت مثلا ونقوم فاتحين فتحه. مش ساعتها اللي هينزل الاول هو الووتر بس عشان هي اللي تحت؟ صح. طيب انا بقى هعمل كده وهبدا بعد ما الووتر ينزل خلاص اقوم انا قافل مكان ما كنت فاتح الفتحه دي. ايوه يا مستر، بس هتفتح البيكر فعلا؟ لا لا لا، انا بقى هستخدم حاجه معموله مخصوص عشان القصه دي. ايه هي الحاجه دي؟ حاجه اسمها سيبريتنج فانل زي اللي انتم شايفينها قدامكم دلوقتي. سيبريتنج فانل زي ما انت شايف كده، انا ببدا اعمل بورنج للميكتشر بتاعي انسايد ات، وهو عباره عن ايه؟ عباره عن زي ما انت شايف كده فانل اهو معايا كده، وبيكون معاه فاصت اللي هي السبور او الحنفيه اللي انت شايفها كده. الحنفيه دي بتبقى موجوده كان هي الفتحه اللي انا هعملها في البيبر من تحت، والميكتشر عندي هيكون موجود بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي، عباره عن تو ليكويدز بس لازم يكونوا امسيبل. Immiscible يعني ايه؟ Immiscible يعني مش ممتزجين. تمام؟ طيب
بعد ما اعمل كده ببدا اعمل اوبننج لذا فاصت، هفتح الفاصت بتاعي اللي عندي، وهيبدا الليكويد الاولاني اللي هو تحت هيبدا يتحرك وينزل لتحت. في الحاله دي بعد ما الليكويد ده يخلص ببدا انا اعمل كلوزنج للفاصت بتاعي، وفي الحاله دي انا كده عملت سيبريشن للليكويدز الاولاني نزلت تحت والثاني لسه موجود ان ذا سيبريتنج فانل. يبقى انا في الحاله دي قدرت اعمل ذا سيبريشن اوف ليكويد ليكويد ميكتشر which contains immiscible liquids. immiscible liquids يعني ايه؟ يعني زي ما قلت غير ممتزجين. بس بصراحه انا تعبت مع الولد، تعبت بصراحه كده. عملت 4 methods to separate the mixtures: magnetic attraction, filtration, evaporation and using separating funnel. عملت بقى فيه حركه لحد دلوقتي لسه هو مش عارف يحلها، وقلت بصراحة كمان انتوا كمان تشاركوه حلها لو حد فيكم فكر وحب يساعده. انا بقى عملت ايه؟ جبت له ميكتشر تاني من ليكويد ليكويد برضو، بس في المرة ديت استخدمت الليكويد التاني ميسيبل. يعني ايه ميسيبل؟ يعني بيمتزج مع الووتر زي ما انت شايف كده. حطيت فينيجر اند ووتر، طبعا الاثنين دلوقتي يعني ميسيبل يعني ممتزجين مع بعض، مش اي مشكله خالص. وقلت له بقى اعمل لي سيبريشن ليهم. لحد دلوقتي هو لسه مش عارف يعمل سيبريشن ازاي، وانتوا كمان هسيبكم معاه تفكروا ازاي نعمل سيبريشن في حاله الميسيبل. على فكره هي مش عارفه في المنهج، ولكن انا حابك تفكر فيها وتعمل سيرش عنها. فكر واعمل سيرش، ولو قدرت توصل لحل ابقى عرفني بيه. تعالوا بقى دلوقتي بعد ما عرفنا the methods to separate the mixtures نعمل revision مع بعض كده ونحل exercises على الدرس ونرجع تاني. Methods to separate mixtures. عندنا طبعا هنا number one magnetic attraction اللي احنا اتكلمنا عنها، وقلنا it is used to separate solid mixtures that contain magnetic substance. وكان عندنا example على كده mixture of sand and iron fillings، ممكن mixture of flour and paper clips زي ما احنا اتكلمنا من شوية. المهم ان يكون عندي هنا magnetic substance. طيب number two filtration process is used to separate solid mixtures that are insoluble in water. It's very important this word، لازم تعرفها. Insoluble in water يعني مش بتدوب. وطبعا لو تفتكرهم crushed coffee انا استخدمت الفلتريشن بروسيس، وعندنا examples كتير على كده. ممكن مش لازم crushed coffee، ممكن يكون mixture of sand or mud and water. mud ده اللي هو الطين، تمام؟ طبعا هو insoluble in water، وبالتالي ممكن انا اعمل فلتريشن بالطريقه دي، تمام. نمبر 3 اتكلمنا عن the evaporation process. و evaporation process قلنا ان احنا is used in the case of soluble solid substance in water. انا هعمل evaporation، يبقى is used to separate solid material that are soluble in water as water and sugar water and salt. هنا عندي mixture of salt solution. salt solution طبعا اللي هو salt and water، عارفين طبعا solution بيبقى عبارة عن salt and water او sugar and water. المهم ان حاجة بيحصلها dissolving in the water هيبقى ده اسمه solution. ولسه كده كده ان شاء الله الدرس اللي جاي هنتكلم فيه عن solutions بشكل اوسع. هنا طبعا هنستخدم the evaporation. طيب number 4 اتكلمنا فيها عن the separating funnel. we is used to separate liquid mixtures whose components don't mix together. we اخذنا example على كده mixture of oil and water، واعتقد يعني قادرين نستوعب الكلام ده بشكل كويس جدا. هو ده شكل separating funnel، وادي الفاصل اللي احنا كنا اتكلمنا عنه اللي احنا بنبدا نفتح ونقفل بيه to separate the liquids.
تعالوا مع بعض كده نبدأ ندخل على الاكسرسايز بتاعتنا عشان نشوف نفسنا قادرين نستوعب ولا لا. Complete the following sentence. I'm Felix and sand can be separated by using. طبعا by using يبقى الحاجة اللي انت استخدمتها مش الميثود اللي انت استخدمتها، يبقى هنا by using magnet. Okay. Number two. We can separate mixture of paper clips and flour by using what. هنا طبعا عندي paper clips، طبعا ده شفناه بعنينا في الاكسبيرمنت اللي عملناها، طبعا هنا by using also magnet. Okay. Number three. Space process is used to separate sand from water. طيب sand from water، احنا عارفين ان sand ان water كده solid liquid mixture، لكن sand هنا insoluble substance، وطالما insoluble substance يبقى انا استخدم the filtration process. Okay. حاول انت تسبقني او توقف الفيديو بتاعي عشان تشوف الانسر بتاعتك وتتأكد انك فهمت كويس. Number four. Space process is used to separate soluble salt from its solution. طبعا هنا soluble يبقى انا هستخدم the evaporation process. Okay. Number five. Space is used to separate water oil mixture. Water oil two liquids and they are immiscible. Immiscible يبقى انا هنا في الحالة دي هستخدم the separating funnel. Space process is used to separate solid liquid mixture which contain insoluble solid material. طبعا انا عندي هنا insoluble solid material، يبقى انا هستخدم طبعا the filtration process. Mark the following sentence, true or false. Filtration is used to separate oil water mixture. Of course, no, it's false. لأنه oil water mixture أنا بستخدم هنا في the separating funnel. Number two, solubility, filtration, and evaporation are ways of separating mixtures. Yes, أنا بستخدم filtration, evaporation, but solubility. No, solubility is not correct. تمام؟ يبقى هنا it's false. ممكن بدل solubility نكتب magnetic attraction. Number three, filtration is used to separate mixture that has soluble solid material. No, soluble يبقى it's evaporation. So it's false. Supposed to be evaporation. Okay. طبعا ممكن تسيب filtration زي ما هي وهنا بدل soluble تكتب insoluble. Okay. The next one. We can use evaporation process to separate crushed coffee from water. Okay. طب crushed coffee ده اللي احنا عملناها النهاردة، وطبعا دي لا evaporation it's not correct. So we can see filtration. We can use filtration process. It's false. Choose the correct answer. To separate insoluble matter and sand from salty solution we use. Okay, insoluble يبقى أنا استخدم ها filtration, evaporation, separating funnel, grinding process. Of course, in this case insoluble, we choose filtration process. Okay. Number two, to separate ion filings from sand, we must use ion filings from sand, we use a magnet, separating funnel, evaporation process, filtration process. Of course, we use yes magnet because the ion is a magnetic substance. Table salt is collected by evaporation of distilled water, mineral water, salt solution, all the previous answers. Of course, table salt هيكون
موجود فين في دول؟ هل موجود في distilled water؟ Of course distilled water is pure, doesn't contain any materials. Mineral water, mineral water contains a lot of minerals, not table salt. So salt solution, yes, salt solution contains table salt. So table salt is collected by evaporation of salty solution. Oil water mixture can be separated by using it's very easy, yes, by using separating funnel. مش محتاجين نعرف ايه الجزء اللي عندنا عشان نختار منها. To separate salt from salty water we use, yes, it's very easy, yes, evaporation process. بكده الدرس خلص. اللي هو اصلا ما كانش درس، كان قصه وكنت بحكي لكم مشكلتي مع ابني. يا رب تكون القصه النهارده عجبتكم، يكون الدرس استفدتوا منه. لو الحلقه عجبتك واستفدت منها ما تنساش تبلغ زمايلك وتشير عشان تفيد غيرك، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. ولو حليت المشكله اللي احنا قلنا عليها يا ريت تبعت لنا على البيج على الفيسبوك ان انت قدرت توصل للحل. اشوفكم ان شاء الله في الحصة اللي جاية أو في الحلقة اللي جاية في درس جديد. كنت سعيد بوجودي معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.